اهلا الغزالات ديالي، اش اخباركم؟ كيف نتوما؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير، مع فيديو جديد ان شاء الله. عرفتي هاد لا فيديو البنات شحال وانا كنتسنى باش نديرو لكم. ما كتبش صافي حطيه، ما كتبش نصورو لكم، رغم ان هاد الحويجات ديال شيئين من مشيت لالمانيا ورجعت هما عندي في الشاك. واش تخيلوا؟ عرفتي بحيت ملي كنبغي نلبس شي حاجه كنقول ايوا مازال ما وريتهاش بنا، صافي ما نلبسهاش، نلبس حاجه واحده اخرى قسما بالله. وما كنلبسهاش كنقول خلي حتى صوره، خلي حتى صوره. ولكن كنت واحد الكتمه كنت لبستها فاش كنت فاس حمراء، الا شفتوها دابا غتعرفوها. وما كتبت سبحان الله العظيم، كل نهار كنقول غادي ندير شويه لاباس وغادي نصور، غادي ندير شويه لاباس وغادي نصور، غادي ندير شويه لاباس وغادي نصور. دابا المشكله هو نقدو نقولوا حقا لي فلوغ ولا لي روتين فيهم التحركي وفيهم داكشي غاد نعيا، ولكن فيديو باش غنكون غير جالسه وكنوري لكم وكنهضر معاكم سهل. واللي معجزني فيه هو داك التبدال، خصني نبقى نبدل ونبدل باش ندير لكم اللوك بوك. ايوا كنقول عاود فراسي، واش نو نحط لهم فيديو بلا لوك بوك؟ نحط لهم نقول لهم غير ها شنو شريت، شنو شريت باش تشوفوا الارتيكل اللي وصلتني. واكيد تعرفوا شنو كاين، لان بزاف ديال البنات كيبغيو ياخذوا من شيئين وما كيزعموش، كيخافوا الكاليتي ديالها تكون ناقصه ولا تكون كتبان واعره وهي لا شيء. مهم انا من داك النوع ديال البنات اللي كنحمق على هاد لي فيديو ديال شيئين وكيعجبوني وكنقلب عليهم وكنتفرج فيهم، سورتو ملي كنكون باغا نتقدى من عندهم. كنحاول انني ندخل عند كندير شيئين زعما لي فيديو ديال البنات اللي دايرين داك لي زاشا ديال شيئين، وكنشوف شنو خداو، كنشوف الراي ديالهم عليه وداك الشيء. يعني كاين شي حاجات اللي ما كتكونيش اصلا ما دايرهاش انت في دماغك، ملي كتشوفيها كتعجبك ولا شي حاجه كتسمعي الراي ديالها الصريح اكيد في هذيك الحاجه كتشجعك على انك تاخديها وداك الشيء. وداك الشيء اللي كيوقع لي دابا كنقول خاصني نصور البنات نعطيهم الراي ديالي في الحاجه، وكنعكس كنعكس. ولكن اليوم كنت قسما بالله حتى صورت ما تسمع شويه ديال الصداع دابا الليل وشويه ديال الصداع عاد الحقيقه غتسكت دابا. هذه غير الماكينه ديال التصبيط كتصا قدامي زين كتصحح لي باش الا نسيت شي حاجه اختي، حتى انا راه الزهايمر راه لا اله الا الله. وصافي المهم قدامي واحد الشاكوش كبير واحد شويه، غادي نبدا لكم ان شاء الله نقول لكم داك الساعات الحاجات اللي خديت منهم. شي حويجات كنت خديتهم ما عنديش هنايا راهم فاس، ماشي حوايج الملبوس، شي حاجات كنت خديتهم على لي زاكسيسوار اللي كنبيع. كنت خديت هكا واحد اللعيبات، اش كدير اريج كنسمع التقرقير، شو سميتو، كنت خديت شي حاجه خديت على حساب لي بواط ديال لي زاكسيسوار وداكشي. خديت من عندهم، عندهم صراحه داكشي غزال كيوت كيحمق وبثمن اللي هو صافا كيكون رخيص، رخص من تشري من هنا ولا. المهم عندي شاكوش ما نقدرش نقول لكم ها هو كبير ما غاديش نقدر اختي لانه ثقيل، وانا راكم عارفين كلش على قد الحال كلشي كارثه يا ربي ما تصدق. المهم البنات اول حاجه غادي نبدا لكم بها وهي هذه، هذه اللي جاتكم شفتوني بها، وهي هذه كاتما. دونك هذه جايه بحال هذا الشكل كاتما عاديه، هذه تكونوا شفتوني بها فاش كنت فاس في لي فلوغ ديال فاس، فيها جيوبة من هنا ومن هنايا وكتجي بحال هذا الشكل. وحاجه وحده اخرى اللي غادي نبغي نقول لكم وهو انها ما تحببات حتى شي حاجه، يعني كيف ما شريتها باقا كيف ما هي. تقولوا لي هذا نقول لكم راني لبستها تقريبا شي ثلاثه ديال المرات، فاش طلعت لهنايا صبنتها بيان سور ما تحبات، ما قصرت ما طوالت ما حتى شي حاجه. وهي شوفوا من الداخل كيفاش دايره، راها مكبطه يعني سخيخنه. وهذا الفوقاني ديالها، الفوقاني ديالها جاي داير بحال هذا الشكل، هذا مجموعه كامل ليديدات ومن التحت، وجاي هكا دايره بحال هذا الشكل هذا. صراحه جايه زوينه والثمن ديالها كانت رخيصه، هذه كنت خديتها دايره شي 100 درهم باش كنت خديتها، شي 10 دولار 10 اورو، خديت بالاورو لان انا شريت من ست ديال شيئين دالمان.
10 ديال الاورو. والله العظيم الا فنا يا البنات وسخيخنا وزويونه من الداخل هكا جايه مصوفه. وكيف ما قلت لكم موقع لا حتى شي حاجه، انا صبنتها ما كشفات ما طيشرات ما صغارت ما حتى شي حاجه، ما تحببات، بقات كيف ما هي، كيف ما توصلت بها كيف ما هي. بيان سور اكيد غنحاول انني نقيسها لكم تشوفوها كيفاش جات ونرجع معاكم. حاجه واحده اخرى وهي هاد الكسيوه هادي. نفس الصندوق ديال الماكينه ديال الماعن بحالها صافي هي سالات. المهم يا لاله هادي كسيوه هي اللي بلاصتي هادي شي حد قيصه راه ما يمكنش هاك 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 لينا مقلوبه هادشي كيف ما جاني انا هو مقصتو طليت عليهم هي ولكن ما قيست ما حتى حاجه. ماما هذا مجرمه هذا كسيوه. سيري قدام سيري قدام زين هانتوما البنات هادي واحد الكسيوه اللي جايه هكذا. شوفوا خصكم تشوفوها كيفاش كتجي ملبوسه. المهم هي كتجي بحال هذا الشكل، الكول ديالها كيجي بحال هكذا كيف ما القدام كيف ما اللور، وكتجيك بحال هكا الكميمات ديالها. اللي فيها زوين وهي انها سخيخنا لان باين من الثوب ديالها، انا ما لبستهاش ولكن باين من الثوب ديالها بانها سخيخنا حيت ديال الصوف وثقيقله زوينه زوينه. حتى مرت خويا فاش يلاه توصلت بها حمقاتها جايه من جهه الكرش هكا مجموعه وجايه كي بحال هذا الشكل هذا وطويوله حتى تقريبا تحت الركبه. هذه حتى هي يا البنات فنة كيف ما قلت لكم فاش شفتها مرت خويا نادي نحمقاتها حيت هي اللي توصلت اكيد بهذا الشيء النهار الاولاني وشافته. ماشي غير هي اللي خدات، ماشي غير انا اللي خديت، خدات حتى حنان اختي. ديجا كنت شاركت معكم داكشي اللي كانت خدات من شيئين وكانت حطات لنا هكا كل وحده الحويجات ديالها بوحديتهم حيت كانت غتصيفطهم سبحان الله وكتب على اساس غادي نمشي لالمان وانا اللي هبطتهم معايا. ايوا المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه حتى هي زوينه وغنخلي لكم عاوتاني كيفاش كتجي ملبوسه اكيد غتعجبكم 100% غادي تعجبكم. غير هو بنتي دارت لها واحد اللعيبات وراه غادي نتفاهم معاها من بعد وهو انها سلاتها. هانتوما شوفوا شنو دارت لها، كتعرفوا حاجه ديال الصوف. شوف لا نسينا ما كانتش هكذا، دابا هادو خصني كلهم عاد نولي نعاود نردهم للداخل. المهم تشوفوني كيفاش جايه لابساها، اش هكا الا عجبتكم ديروا عليها كومون ان شاء الله باذن الله. هادي ما غاديش نقيسها لكم، غادي تشوفوها كيفاش كتجي لان خيتي اول حاجه البرد، ثاني حاجه ديال الدار كتجي هكا ناقصه معريه. هانتوما اول حاجه هادي كانت عرفتي بشحال بلاتي، ما قلت لكمش الثمن ديال هذيك الكسوه البيضه، ما بقيتش عاقله اصلا على ثمنها، والله ما بقيت عاقله على ثمنها. المهم هادي بعدا عقل على ثمنها كانت كدير 70 درهم، كدير 7 ديال 7 اورو. هانتوما شوفوا هذا الشورت، هادي ديال الدار، شوفوا الكاليتي ديال السروال حق ديال الشورت حق الله الا غزال زوين. وشوفوا الثوب ديالو عرفتيه مبرد غزال جاي بحال ديال الخيط مزيون. شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي، وهذا الفوقاني ديالو
بيجامه ديال الدار كيف ما قلت لكم، ها نتوما جوج رويميه تجلسي بها في دارك، ها نتوما هكا كتشي، ما فيها حتى شي حاجه هنايا، هادي ما كتشد بحتى شي حاجه، كتبقى هكا ملبوسه لا كولور ديالها كتحمق، كتجي هذاك الفوقاني كيجي هكذا واسع اوفر سايز كيف ما كتشوفوا. الصراحه فن فن، عرفتي لو كنشوفوها هكا نيشان والله الا واعره. دابا انا ما بقاوليش منين خديت، ما بقاوليش مسحت كلشي، ما بقاوليش في البانيو، كان باقا لي الموديل لابساهم وكراني جبتها لكم تشوفوها كيفاش كتجي ملبوسه فن خطيره. وهذه هي لالا كسيوا اونصومبل، هذه حتى هي الصراحه زوينه يا البنات، شوفوا الشكل ديالها، هذا فيه دو بياس الفوق والتحت. هانتوما البنات هادي حتى هي كتجي بحال هاد الشكل كيف ما كتشوفوا بحال هكذا، بيان سور تلبسي معاها من التحت يا دي باردوريا، تلبسي شي حاجه هكذا كول مونطي على حساب البرد وداكشي، المهم كيف ما لبستيها كتجي خطيره. هانتوما كتجي بحال هاد الشكل، الكميمات كيجيو بحال الشكل ديال داكشي فراشه وهابطه، وهي كتجمع حتى كتجمع من جهه ليديدات، وكتجي من الكرش من هنايا كتجي مجموعه. هانتوما شوفوا لتحت. وبالنسبه لشنو كدير، شنو كدير بالنسبه لتحت، كتجي معاها لا جوب ديالها، شفتوا لا جوب ديالها، وهاد لا جوب حتى هي كتجي هكذا حتى لحد الركبه، لاخيتي ماشي حد الركبه تحت من الركبه، مهم الشكل ديالها حتى هي زوينه، وهكا جايه مصوفه الغزاله، وهادي كان الثمن ديالها كدير شي 150 درهم، بجوج بيهم شي 150 ولا 130 فهاد الجهد هذا، هادشي اللي هادشي هذا ما يكون الثمن ديالها. واللوين ديالها جاي هكا في المارون مزيونه، سورتو في الوقيته ديال الخريف وبرد اللوين زوين. نخليكم معاها كيفاش كتجي من البوصه ونرجع معاكم. واحد الكسيوه واحده اخرى اللي هي حتى هي كتجي في البويود كتجي زوينه، اون فوا فاش شفت المانكان لابساها حمقاتني، ولكن ما عرفتش الصراحه انا كيفاش غادي تجي معايا حتى لبسها وتشوفوا، حتى ما اصلا كيف ما قلت لكم حتى حاجه مقيسه ما عارفاش. هذه هي لالا حتى هي حمقت عليها مرت خويا، جايه شي حاجه كلاس وشي حاجه، هانتوما باش تفهموا. شوف التقطيعه ديالها جايه واعره، بعدا كتجي بحال هاد الشكل كول هكا شي شويه طالع، شوفوا الكتيفات كيجيو بحال من هنايا شي شويه منفوخين في لي زيبول، هادو جيت اليدين كتجي واسعه وكتجي من هنايا مجموعين اليديدات ديالها. بالنسبه للفصله ديالها او التقطيعه ديالها، وشوفوا البنات كيفاش كتجي، كتجي فن 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 الصراحه كتحمق. شوفوا عرفتي هادي تلبسيها في شي مناسبه ولا هذا بيبي كيسان فيفي كيسان ماما دابا درت هكذا ما شفتونيش في الكاميرا، هذا بيبي كيسان الكاميرا ما شدش ما شدش لتحت، انا درتها كيعني بحال بركت عليها بحال هكا بحال ندير لها هكا صمتها على ذاتي بيبي كيسان ويدي لي اهلي ماما بيبي كريشان هذا بيبي كيسان. هادي الثمن ديالها كنت كديري يمكن شي شي 120 درهم بحال هكا، انا اختي الغلط ليك اللي عندي وهو انني ما كنعقلش على لي بري، واخا نكون يلاه عاد شارياهم دابا في العشيه وجايه نوريهم لكم راه ما كنعقلش على الثمن. المهم من هادشي كامل، هادشي راه غتلقاوه كاين في شيئين، من هادشي كامل هو انني نقول لكم يعني واش عجبوني واش ما عجبونيش، واش كيف ما شفتهم وصلت بهم، هادشي اللي كيهمكم انكم تعرفوه. بالنسبه كيف ما شتها في
في شيئين كيف ما اي حاجه دابا اللي حد الان وريتها لكم كيف ما شفتها في شيئين كيف ما توصلت بها، يعني صراحه راضيه بهم وعاجبيني 100%. هادشي اللي كاين، خليكم مع هادي ونرجع معاكم. لا بيجام، شوف هذه خديت فيها الام، شوفوا يا لالا ساتان زعما قرميدي. هذا السروال غوز بيبي وجاي هكا في الرجيلات ومجموع من هنا مجموع هذيك فيه الزوين داك حلا من هنايا ما حتى جاي واسع ياكو. هذا علاش خديته نقول لكم علاش، لان كنت شاركت معكم واحد البينوار كنت خديته من شيئين عجبني الغزال كيحمق خرج واعر صراحه. فاش خرج واعر هذا نفسه نفس الثوب نفس كل شيء غير اللون اللي مبدل، حيت الاخر كان بحالي لاباج كارتيي. هذا راكم شفتو غوز بيبي قلت راه غيكون بحالو 100% حتى في لي كومونتير الناس صراحه هادرين فيه زوين. صبنتو ما كان وقع له حتى حاجه هكا كيدير، غير ما خصكمش تصبنوا في السخون حيت كيتكمش بيان سور. الا تكمش خصكمش خصكم تحددوه، انا من داك النوع اللي ما كنحددش كيقاومني نفس الحوايج مكمجين كاع محددين. ايوا يا لالا وزعمت وخديت هذا وراه خرج واعر والله الا خرج كيحمق. شوفوا شوفوا الجديدات كيفاش دايرين، اه فراشه شوفوا الجديدات كيفاش دايرين. اما هذا فراشه، اه فراشه شوفوا كيتحمق. هادو راه عندو عندو الحزام ديالو. عرفتي يا البنات راه كتجي واعره، كتجي كتجي واعره مسحت فيها قوصت عليها مسحت فيها هدا كاكاوات هانتوما صراحه خزاره. وهادي كان الثمن ديالها حتى هي ما وصلش 100 درهم باش خديتها. فنه فنه كتحمق، عرفتي لا توب ولا لون ولا كاليتي ولا كلشي والله الا لا غزال غزال. خديت شي غادي يمكن خديت حتى واحد اخر، المهم انا الا خديت المهم نتوما غتشوفوا معايا كلشي. هادي عاوتاني كسيوه، هادي البنات هانتوما شوفوا هادي حتى هي كسيوه، هذه النص ديالها جاي هكا في البيض والنص ديالها جاي هكا في هذا الماغو. غير ماشي هذا ماشي هذا ماشي ماشي ما عرفتش هذا اللون، ماشي ماغو ماغو نورمالمون هو هذا شفتو. هذا ما عرفتش شنو بحال القرفيه فوالا قرفيه هي هذه قرفيه. وشو سميتو جاي النص ديالها في البيض غير من الفوق، ولكن من التحت لا من التحت جايه كامله قرفيه. حتى هذه البنات زوينه وحتى هذه الكاليتي ديالها واعره باينه وعجبتني، وكان الثمن ديالها كدير تقريبا بشي حتى هي شي 150 درهم بحال هكذا. و شوفوني لابساها وحكموا يا اختي نتوما انا راه شوفوا صافي بديت نعيا شوفوا البنات فيها من هنايا هكا الحزيم خارج من اللون ديال هادي ديالها وين جايه هكا طويله. هادي ما فيها حتى حاجه، هادي ما فيها لا فتحه لا حتى حاجه، جايه كامله هابطه حتى لحدا الركبه هكاك. وين تشوفوا هنا كيفاش غادي تكون اللبوسه باش تشوفوا. المهم صراحه مزيونه مليحه مليحه
بالنسبه للبنات لهذا تكونوا شفتوني ديجا لابساه مع شي كسوه من هاد الكسيوات. هذا يا لالا بوت في البيض، غير هو ما غاديش نستافد منه بيان سور فهاد الوقيته ديال الحماله، حيت ما درتش بحساب الحماله اختي، ما عندي ما ندير لك، كنت غير درت حساب الحماله وكان خديت في 40، خديت 39، ها هي خديت زعما لاطي ديالي. ايوا حتى السميله ما كتهش والله الا لاصقه السميله اللي غنزولها باش يوسع لاصقه. المهم دابا راه قدي، ولكن بيان سور مع الحماله وداكشي ومع جاي البرد وغنحتاج انني نلبس لابوط، فغاد نلقاه 100% يجيني صغير لان الرجلين راكم عارفين كيتنفخوا داكشي. دونك هذا كان الثمن ديالي ديالو، خديته بشي 180 درهم بحال هكا، هذا عاقل عليه بان كان علينا شي 20 اور. هذا بصراحه كان عاجبني وانا ما عنديش بوط في البيض كاع بصفه نهائيه، وكان عاجبني وسبحان الله العظيم. المهم لحد الان بقى عاجبني، ولكن زعما كيف ما قلت لكم نقدر انني نستافد منه نقدر انني ما نستافدش منه. المهم ماشي مشكل نلبسوه مع حد رجلينا مازالين فشوشين. دابا المشكله هو ان نعاود في هاد لي 3 موا الاولى خصكش تلبس الطالون كلشي بالعكس، يا ما عينك فيه تعمريه بالقطن وتلبسيه تبقى لا والو، بقى لا غير نمره بيني وبينها وتوصلي. اييه بوك لقات لك اييه هذا البنات غادي تشوفوني لابساه ديجا معاكم في تشوفوني ديجا كنت لابساه معاكم في الكسيوات اللي قبل، حيت غادي نكون درتو معاهم باش تشوفوا كيفاش كيجي. ايوا يا لالا خديت عاوتاني هنايا واحد الكسيوه في الخضر، وداك الخضر الخزي ما هو زيتوني بالضبط ماما زيتوني يا اختي زيتوني. هادي كسيوه في الخضيضر، يلا اسكت هانتوما شوفوا الكميمات ديالها كيجيو كي بحال هكدا، من هنا كتجي كي بحال هكا، وحتى هي فيها الحزيين من هنا كيضرب ليها كامله، وحتى هي جايه طويله، وحتى هي تيم فيها والو. عرفتي البنات عييت فخباركم واحد الحاجه البنات، انا راه كلشي كضرني بزاف بزاف بزاف، واحد الدرجه ما تخيلوهاش حق الله العظيم كضرني ديال بصح. هضرت مع الطبيب قال لي هادشي راه سي نورمال، ودابا نورمالمون عندي كونترول مع الطبيب ديال فاس، عندي كونترول مع الطبيب هنايا، هذا دار معايا حتى سيمانه 13، وداك ديال فاس ديجا دار معايا، خاصني ديجا نكون مشيت عندو قبل، ولكن قلت له راه ما عنديش كي ندير، قلت له حتى العطله عاد غنسافر، وهي جات العطله وانا مازال ما سافرتش. ايوا وملي كنت هضرت لهم على الحريق قال لي الحريق سي نورمال، كاين اللي سبحان الله البيبي اللي كيتربى بالحريق وكاين اللي عادي. ايوا يا لالا انا هادشي مربي لي بالحريق والله العظيم، ما كدير شي كضرني ديال بصح، عرفتي خصني بحال نسخنها ولا شي حاجه عاد كيفوتني الحريق. كنتصنت على حريقي، نكملو يا لالا. خصني بحال شي بويض ديال الما سخون ونحطها وحق الله عاد نرتاح، حيت انا ملي كان ندير يدي مع يدي سخيخنا كنرتاح كنستحلى، اون فوا ملي كنزول عاود عندي بحال حريق. المهم هادي يا لالا خديتها، كان الثمن ديالها كدير شي 120 درهم، حتى هي ديال الصوف، حتى هي زوينه، حتى هي عجباتني، حتى هي سخيخنا. ايوا ولكن والله ما لابسه هادشي، راه هاد الفيديو دابا اللي كنصور لكم وكنقيس صافي الله كنقيس قدامكم، عاد اول مره تنقيسهم والله ما عارفهم حتى كيفاش كيجيو. المهم في لي كومونتير خليو لي نتوما الراي ديالكم. مليحه
واحد الكسوه هذه خديتها نورمالمون لهذاك لشي حفله شي فيت سورتو تكون هكا خاصه. شوفوا البنات كيفاش كاتجي، هي جايه بحال زعما الثوب ديال الساطان، هو ماشي ساطان. المهم انا غير كنقرب لكم وصافي، حيت انا ما كنفهمش في السميات ديال الثوابات كاملين بيان سور. جايين بحال جايه بحال هذا الشكل، جايه من هنايا بحال هكا كيف ما كتشوفوا، مجموعه جايه مجموعه هنايا في تحت الصدر، جايه مجموعه وجايه هكا البنات، هي طويله حتى لتحت وهذا ومجموعه غادا مجموعه 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 تا لتحت بحال هاد الشكل. المهم دابا يكون في عوني كي غندير نقيس لكم هادشي والبرد خاصنا عرفتي دابا ما كليش نوض نشطح نطلق الموسيقى، ما بقاش نشطح 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 حتى نسخن ونعري، داك فين ضرب بيا البرد. هادي البنات زوينه، هادي بلاتي كلشي اي حاجه خديتها في لاطاي اس. نقول لكم علاش، حيت الحوايج هما هادو عندهم ملي كتجي تشوفيهم ضروري تهبطي لتحت وتقراي. لاطاي اس كتقول لك ها شحال فيها ديال العبار، لاطاي ام ها شحال فيها ديال العبار، لاطاي ال ها شحال فيها، كل لاطاي كتقول لك ها شحال فيها ديال العبار ياك. نورمالمون انا مولفه كناخذ الام، ام كناخذهم في الحوايج ديال الصيف ياك، حوايج ديال البرد لا، حوايج ديال البرد كناخذ فيهم هادو اللي خديتيهم، خديتيهم الاس، لان اي كسوه دخلت لها باش نقرا شنو عندهم لتحت كنلقاها بحال اوفر سايز، على بحال ماشي بحال كنلقاها اس يعني جايه، يعني الا خديت الام غادي تجيني كبيره، فهمتوا شنو بغيت نقول لكم؟ يعني بحال هما جايين كبارين ديجا، على داكشي خديت فيهم. يعني خصكم تقراو ضروري لي طاي وتهذا، بحال انا هادو اللي بغا بحال اللي بغا. نورمالمون انا كنلبس اصلا كنلبس الاس ياك، كان بعد شي مرات كنلبس الام، حيت دابا سماليت واحد شويه بيان سور ماشي بزاف. دابا هادو الا جيت الا بغيت ناخذهم غناخذ فيهم الاس، كلهم غادي يجيو قدي، الا خديت الام غادي يجيوني كبارين. الكساوي الاخرين اللي كنت خديت قبل الا خديت فيهم الاس غادي يجيوني صغارين، والا خديت فيهم صافي غير كوليا، والا خديت فيهم الام غايجيو قدي. فهمتوا؟ يعني ضروري ملي تدخلوا تشريو شوفوا لتحت في لي كومونتير، شوفوا الميزور ديالهم باش تاكدوا، شوفوا لي كومونتير. الناس كتقول لك مثلا انا راني انا ديجا كنلبس الاس ولكن ما كانش عليا ناخذ الاس، راني خديت فيها الام، يلاه جا يلاه غتجيني. فهمتوا شنو بغيت نقرب لكم؟ بحال دابا انا خديت هذه، خديت فيها الاس ياك، وجاتني صغيره، انا كنلبس الاس وهادي خديت فيها الاس وجاتني صغيره. شنو غنمشي نكتب في لي كومونتير؟ غنكتب هادي راها زوينه وعجباتني والكاليتي ديالها زوينه وحمقاتني وهادي وكلشي كلشي 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 زوين، ولكن الديفو ديالها هو ان انا كنلبس الاس وخديت الاس وجاتني صغيره. علاش؟ لان الاس ديجا صغيره، خاصك تاخدي الام. المهم الميزور ضروري تشوفوها البنات، المهم هادشي كله باش نقول لكم ضروري تاكدوا من الميزور عاد تشريو، لان راه الا ما متاكدتوش من الميزور ديال الكتاف بواترين لي اونج كلشي راه غادي هذاك تجيكم الحاجه يا اما كبيره يا اما صغيره وتضيعوا فيها، عرفتي باش تولي تعاودي تصيفطيها لهم شحال خصك تسني ديال الوقت، راه كارثه. هادي البنات شوفوا كتحمق هادي جايه هكا فيها هنايا زياده ونقصان بيان سور، وهذا الفوقاني ديالها
يلا شوف شتو كيفاش كيجي بحال هكا. تا هادو بيان سور راكم عارفين لي شوميز دو نوي ديال الدار عتي كيحمقو كيحمقو. هادي هكا تلبسيها من التحت وديري عليها هذا من الفوق. يا سلام هادو راكم عارفين ديال الدار وديال الصيف وهذا ديال النعاس. هادي حتى هي نشوف حتى هادي ما غاديش نقيسها لكم لان حتى هادي جايه معريه بزاف. المهم ها نتوما هادي جايه في الكحل هذيك سوا جايه هكا في الكحل وجايه من اليدين كلها مشبكه حيت هادشي خديتو للمناسبات الخاصه البنات. ها نتوما جايين هكا كاملين مشبكين وجايه هي كسوه بحال هكذا وجايه قصيره كولفي فيها حتى هي هاد الحزيم ديالها. بالنسبه لهذه كنت خديتها حتى هي ما كاملاش 100 درهم وحتى هذيك اللي قلت لكم هادي حتى هي ما كاملاش 100 درهم وهادي شي 130 درهم. عرفتي راه مين كاش فني حق الله الا فني بحال ديالك. كاينه واحد الكسيوه هادي نقول لكم هي جايه سخيخنه ماشي ما سخيخناش ولكن داك السخونيه ديال ماشي غليظه فهمتوها نتوما. شوفوا باش تفهموني اش بغيت نقول لكم. راه مصوفه ولكن الصوفه رقيقه يعني هادي ضروري خصك تكوني لابسه من الفوق مزيان شي مونطو سخيخن وعاد تلبسيها هي تكون من التحت لان غادي يجيك البرد سورتو الا كنتي فشي بلاصه. المهم هادي الكميمات ديالها كيجيو هكا مجموعين بحال هكذا هي كتجي هكذا كولفي كيف ما شفتو وكتجي بحال هذا الشكل هذا. يعني صراحه زوينه واللوين ديالها شيبيه وتقدي ديري معها شي حاجه هنايا شي سميطه هنايا اللي حيت جايه عاديه جايه سامبل من هنا ديري معها شي سميطه ولا شي حاجه اللي تزينها. والثمن ديالها كانت هذه ما كاملاش 100 درهم. بالنسبه نقول لكم البنات واحد الحاجه البنات راه انا عارفه كاين بنات اللي كيتبعوا بيان سور دايرين الدره كاين بنات اللي ما دايريش الدره. انا كنوريكم اشنو شريت وكنقول لكم يعني بكامل الصراحه واش حاجه عجبتني ولا ما عجبتنيش واش الحاجه كيف ما شفتها توصلت بها اولا. المهم داكشي اللي كاين كنقولوا كنحاول انا نعطيكم الثمن واخا ما كنبقاش عاقله عليه. واحد الناحيه واحد الناحيه انا غير كنتشارك معكم داكشي ماشي كنجبركم انكم تشريو ولا شي حاجه. راه شي ماشي ديال با وماشي ديالي انا غير كنوريكم شنو كاين. حتى الا كنتي محتجبه راه كاين دارك تقدي انك تشري هادشي وتلبسيه في قلب دارك لان راه ميمكنش دارك راه هي المملكه ديالك تلبسي فيها شنو ما عجبك. ما كاينش بيان سور عادي يقول لك علاش لبستي هادي لا هادي معريه ولا هادي ما معرياش. لا كاينه دارك تلبسي فيها تقدي فيها تولي فيها تصمقي فيها لراجلك لراسك بزاف ديال الحاجات. ماشي ضروري انك تكوني تقولي لا انا مثلا انا دايره الدر هادشي ما تلبسوش. انا ما تلبسيش في الزنقه ولكن كتلبسيه في الدار. هادشي اللي بغيت نقول لك هادشي راه بيان سور ما يمكنش في الدار كتلبسي بالدر راه بيان سور. لا تقولي عندي الاولاد كبارين كاين بلاصه وحده اخرى ما كيشوفوهاش ولاد كبار اولا. المهم وكلها وقت الاقتناع ديالو في الحياه. عرفت شفت الطقتاي هذه كلها حتى انا كيف ما قلت لكم ما تديوش عليا حاليا. كل واحد وكيفاش كيبغي يعيش وكل واحد كيفاش خليكم معاه. هذا البنات هذا وعندكم هذا حتى هو
شوف شوفوا لو روج كيبوج. ماما شوفي بس يا لي انا هادو راه غادي نكون ديجا قبيله فاش كنت كنقيس غنكون وريتهم لكم كيفاش كيجي. ايوا هادو هما شفتوا كيفاش دايرين هانتوما فني. هذا الحمر الصراحه في اللبسه كيجي حسن من الكحل في اللبسه، لكن بجوج بيهم الكاليتي ديالهم بحال بحال نفس الثوب، غير هي الفصاله اللي مبدله غير الفصاله. هذا فيه من هنايا غير صفه وحده ومن هنايا صفه وحده، وحتى هو يكون نفس التمام ومعه هذه الحزام ديالها. كاينه واحد الكسوه في الكري، هذه ما عرفوش نقيسها لكم اولا حيت جايه قصيره. المهم جايه هكا بحال هذا الشكل، كميمات بحال هكذا. ماشي انا شي حاجه، انا هذا الشيء غنلبسو غنلبسو، حيت كاين شي انواع ديال البشر اللي لا حول وصافي، هذا الشيء خصهم يهضروا يهضروا، فهمتوا؟ واخا صراحه ما كنديهاش فيهم والله، ويجلسوا يطبلوا من هنا حتى العام الجاي، ولكن المهم لا حول وصافي هذا الشيء اللي كاين. المهم كتجي بحال هذا الشكل صراحه مزيونه. وهذه البنات راها انا خديتها على اساس باش تلبس مع كولون، ماشي تلبس هكذاك بوحديتها. المهم كتجي بحال هكا، حيت هي كتجي قصيره بزاف 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 مع هذا ديالها. ولكن تخيلوا تكون هذه ملبوسه، انا غنلبسها لكم تكون ملبوسه ويكون معها واحد سيدي مولاي كولون، عرفتي كيفاش تجي هكا كتحمق ويتلبس من فوق منها بيان سور مونطو، لان الوقيته دابا ديال البرد راه راكم عارفين. هذاك راه غير كانت الموصل مليحة مليحة مليحة. عرفتي هادي هادي بانتوفا بانتوفا دي بانتوفا في كحل، شوف مصوفة زالة فيها النمرة من 38 39، جات قدي زوينة نقدر نقطعها، أنا نقدر نقطعها زينب ولكن زين محاولش نعطيها لها ديجا عندها بانتوفا باقا جديدة قرطة خزاغي تلبسها زوينة. اه عرفتي بشحال هادي؟ مكملاش جوج الاورو، مكملاش 20 درهم، هاكي والله ما كامله البنات 20 درهم، شي اورو كدا و 80. لبسيها لبسيها، شوفوا خديت هادو هاد النظاظر، خديت هادو وخديت هادو، هادو بثلاثة بيهم، هادو بثلاثة بيهم كيديرو 6 اورو. كي ما عرفت صراحه كيفاش غايجي ماما تشوفي زوينه انا ولي 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 جيت بحال انا جيت بحال ولي 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 ناري 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 بحال خوفت البراطو. المهم هادو نورمالمون غير ديال غير الصراحه غير ديال التصاور، انا بعدا كنقول غير ديال التصاور ماشي ديال تلبسيهم وزاي بيو. عطيها لها زين لا هادو في الغوز
نتينا. لا غترسيهم لي واخا وي واحد يديرهم بحال الديكور انا خلاص انا انا شوف الغوز وهاد الكحل زوينين ولكن الاخرين داك البيج البيج ما جاش الغوز هما المهم هادو ثلاثه بيهم ب 60 درهم صافي الاور سير بعد عليا شوفوا البنات شنو خديت قلت لكم عندي مناسبه خاصه شتي شوفوا هذا شفتوا هذا ثوب في الحمر سمعت الصراحه شحال كان فيه من 100 درداجه مابقيتش عاقله المهم جاي بحال هكا رولو كيجي بحال هكا ايوا يا لالا بيان سيغ هادو كتحتاجو مناسبات وداكشي وكيف ما عارفين متتبعاتي الوفيات كيف ما عارفين شنو مناسبة عندي في شهر 12 انا صراحة عملي فتسمحوا لي ما كنت تشاركتها معاكم وحاولت زعما وقلت ما غنوليش نعاود نتشاركها وما تشاركتهاش معاكم عام اللي فات استسمح وحتى هاد العام محال واش نقدر انني نتشاركها والله اعلم عيد زواجي ديالي انا وانس تعرفوا بان عام اللي فات ما تشاركتوش معاكم وخدرته وهاد العام هادي كنت خديت قرار صراحه داك الوقت كنت خديت قرار ما عمري ولي نعاود نشاركو زعما كتبقى مناسبه خاصه وهذا مهم ويدي الله تا ولدي الخير شي لي كاين المهم خديت هذا خديت مونطو مونطو في الكحل صراحه مزيون وعرفتي خديت واحد المونطو واحد اخر ويلي ويلي تا هو تيحمق 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 المهم هذا يا لاله في الكحل كيف ما كتشوفوا جاي ديال الكاشمير بالحزام ديالو فيه صبيفات بحال هكذا من هاد الجهه ومن هاد الجهه وهذا كان الثمن ديالو كيدير شي 30 اورو يعني بحال نقولوا واحد 300 درهم او 6000 ريال بحال هكا حتى هذا البنات زوين صراحه عجبني مليحه 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 البنات شوفوا هذه في الكحل وهذه في المارون وحده كانت في البيج تعقلوا عليها اللي كنت كنديرها في الالمان هذو ثلاثه بيهم كانوا كيديروا شي جوج ديال الاورو 20 درهم ثلاثه بيهم يعني المارون والكحله والبيج كانوا كيديروا شي كانوا كيديروا شي 20 درهم ها الورد هذا يا اختي ها الورد اختي هذا الورد اللي غادي شتتو بيان سيغ اللي غادي نقاد به المناسبه الخاصه ديالي شنو هادي بنانه ولكن شنو هي بنات شوفوا ما بقيتش عقله الصراحه شنو خديت هنا كاينه شي حاجه شنو هي الله اعلم وهنا كاينه شي حاجه شنو هي الله اعلم كاينه يمكن اي لوف يو ما عرف شنو كاين وهنا يمكن كاين بزاف ديال القليبات المهم هادشي من بعد تشوفوا معايا اذا تشاركتوا معاكم بيان سور هنا شنو هذه ديال البالونات
هادي ديال البالونه حتى هي دايره بحال الشكل ديال الدمعه، شتيها بحال الشكل ديال الدمعه، شوفوا شتيو بحال هكداك. هادي لالا كتلصقيها في البالونه وكتلصقيها في الحيط كتبقى شاده. ها هو البالونه، ها هو البالونه. اوه ماما شوفي هذا البالونه. نوريكم هادو، تعرف نوريكم مزيان. هذا البالونه، هذا البالونه، بالونه. لا هذا البالونه، هذا شوفوا هادي. واو شوفوا هنايا البابيون، هادي زعما بحال الشكل ديال الكرافات، فيها النيت الشكل ديال القميجه، فيها النيت هادو صدايف كيف ما كتشوفوا. وهنايا لاستيك، عرفتي هادي شنو فين كدار بلاتي؟ وهادي ديال المرا، هادي عاود بحال الغوب في البيض، فيها هنايا هاد الوريضه، حتى هي فيها هنايا هاد الباندا، فيها لاستيك باسلي. هادو البنات كيداروا فوق الطبله في الكيسان، هادي كديريها في الكاس ديال راجلك، وهادي زعما كديريها في الكويس ديالك نتيان، فهمتي؟ ماما ماما هذا فيولي، هذيك الصدفه ديال الفخور، هذا ناتي ديال مو، هذا ناتي، هذا ناتي. هيا شوفوا درتهم لي هنايا ناتين، ناتي ناتي، حيت انا هادشي راه والله ما شفتو. شوفوا طاشمة ديال لاستيكات، كنت خديت لهم لاستيكات، ها نتوما فيهم لوينات نيود مع الكحل، الله يلفني. شوفوا راه هادشي عرفتي بشحال كنت خديتو رخيص، شي اورو فيه هادشي، هاد لاستيكات كاملين، هاد لاستيكات كاملين دايرهم لي هنا. ايوا يا لالو، هادو القطط ديال باتشا، كنعرفو حنا القط ديال باتشا كحل، هادو جايين دوغي وجايين جايين هانتوما، شتو كيفاش جايين دايرين القطط ديال باتشا، هانتوما هادو كانو رخاصين، كان شقيلة تا 5 دراهم، كاين فيهم بزاف بكية، شوف دوغي عجبوني وانا هزيتهم، تما راني كنت كنتسارى معاهم هزيتهم. اخر حاجه ما قبل الاخر بلاتي، هذه هي لالا، شوفوا شنو مشيو اهو، هذا واحد رولو صغيور ديال كنت خديت بحالو من هنا من المغرب، هو صراحه خديتو غالي من هنا في المغرب، هذا خديتو رخيص، خديتو بشي 3 اورو ولا 2 اورو، مبقيتش عاقله على الثمن. هذاك ديال المغرب كنت خديته بشي 160 درهم ولا شي حاجه بحال هكا. هذا البنات اللي كيلصق من جوج جوايع، اللي لصقت بهم لي كادغ اللي عندي في البيت النعاس، وفي نفس الوقت ممكن انك ديريه وتلصقي به الويفي في الحيط ولا تلصقي به شي حاجه، حيت كيهز كيشهروه حتى ممكن يهز حتى 5 يطرو ديال البيضو، 5 يطرو بحال هكا ممكن انه يهزو. ايوا يا لالا خديت هذا، وهذا خديتو حيت كان راجل صاحبتي بغى نعطيه طريف، وهذاك كان انا والله ما عرفت فينا هو، عييت نقلب عليه حيت شاط لي منه، ولكن عييت نقلب عليه ما لقيتوش، ما عرفتوش فينا هو، صافي وكومونديت هذا، وشوف سبحان الله عاد كتب بانه غادي يوصلني وهو هذاك. انا راه وصلني شحال هادي، عاد كتب حيت نسيتو كاع، دابا انا عاد شفتو كتب انني نمشي نعطيهم له حيت محتاجو. ايوا يا لالا، اخر حاجه كيف ما قلت لكم هو هادو، شوف شتي خديت منهم جوج، هادو خديتهم من البنات، البيت ديال البنات خديت لهم جوج.
ايوا يا لاله، هادو هما المشتريات ديالي من شيئين، واخيرا ساليت هاللي كان فيها. شتي هادي كامله كانت هزه. شتي والله ما تساعد. هادشي كان هويا مجموع، كضحكي كتفرنسي. هادشي هداكشي البنات الصغير كله كان هنايا. هادشي كان هنا لداخل. كنعطيه الله نظاراتي العجيبة، غير والله الا غير البيج خدوم. انا اللي ما قنعونيش، ما تأملوا خير من الكحل والغوص، والله الا زوينين. ايوا المهم غزالات ديالي، كنتمنى من كل قلبي ان ينال الاعجاب ديالكم هاد لا فيديو. شنو تقول لي؟ هذا اسد، هذا اسد، هذا هابيك، هذا يلو، هذا يلو. برافو، هذا ليطوم سعاده. برافو، كتقولي الالوان زعما بالانجلي. برافو اروجاتي، نتمنى لا فيديو ديالهم تنال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف بزاف على دعمكم، لهلا خطيكم. تسنى كومونتيغات ديالكم اخويا بزعط اخويا بزعط اخويا اخويا يلا بعدا، قلت احسن معايا من التعاير. قلت لك دار خويا اجي قولي لهم يلا بسلامة، تنتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. اجي هنا 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 هنا، طلع يلا، طلع 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 يلا، قولي لهم قولي لهم يا وقف باش يشوفوك. برافو يلا قولي لهم دار خويا دار خويا. يلا نهضري دار خويا. شتي جاية تعايري؟ قولي لهم شخباركم؟ تحشتكم؟ بابا نمشي ماما. اه؟ بابا نمشي ماما. تمشي مع ماما؟ اه. فين؟ هنا. هنا؟ بغيتي لهنا معايا. لا 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 ماما. يلا قولهم تهلاو في راسكم. باي باي. باي باي. ميزو. باي.